الصغير عبد السجار المدعوزين، المحل جديد على كل حال، هذا العام الأول في المطحنة، المحل بقرب من الزاوية التجارية مدخل سوق الواد، يخدموا راحي نروح الحبوب، نروح التواب، الحبوب وكل نروح التواب الكل في رمضان، معناها المكثر الحال، معناها في الفاح، في نقولوا احنا التوابل هذه الحارة والزينة الحارة والكركم والثوم والحوايج هذه، وين الفريك، تشيشة مفلقة، والله الفريك العام هذا ناقص ياسر، العام هذا ناقص ياسر، كانت معروفة به معناها الأنواع الجودة العالية وضيها، لكن العام هذا ناقص ياسر. شح شو اسمه كورونا اثرت في شو اسمه شح السلعه، معناها ما كانش والسوق ما كانش، السوق راكده ما، والغلاء شو اسمه الغلاء الاسعار ثانيه جات تلعب دور، اي حاجه اي حبوب، الحبوب كل نروحوها، المكسرات التوابل كل نروحوها، اي حاجه نروحوها. الفكرة هذه معناها قلنا لك في السوق، وانا شفت متطلبات السوق، معناها الجهة هذه ما كانش، قلنا نديرو بحسب ما طحنا وحبوب والعدس والحوايج الرحي هذه كل واحدة وش اسمها، عاد نقول هنا انواع هذه وين كل واحدة والارقام تاعها، كل واحدة وال نقول انا الخشي الرقيق، العدس وحدها، الحبوب وحدها، الفاح وحده، حوايج الخشينة تشيشة وحدها، الفريك وحده، رمضان هذا العام هذا ما كانش هكا في خدمة، منها خدمة ياسر ما كانش، معلك معناها بدي جديد الجاي، هذه بدي جديد، معناها مش متوقعين هكا خدمة ياسر ياسر، إن شاء الله العام الجاي نخدم مسقب. بالنسبة للعدس كيفاش يقول يديروا العدس المرحي، كيفاش يديروا المرحي كان عدس الأحمر المرحي، عدس الأحمر معناها هذا يديروا، نقول أنا جماعة فقر الدم كيف هو، كيف الخروب، كيف نقول أنا خروب مرحي، هذا هو انواع يديروا العدس الماء. وش الانواع اللي عندك انا في المحل؟ كاين الكركم، كاين الفلفل، حكاية هذا يستعملوا للماكلة، يصفروا بيه، عنده فوائد أخرى مثال، كاين الفلفل الأكحل، كاين الماء مرحي وكاين المش مرحي، حتى الماكلة قرفة كيف كيف، وهذاك الكركم حب، يعني العرق الأصفر، كاين القرنطيطة حبة حلاوة، كمون أخضر، كاين الملوخية، كاين القرنفل. نقول انا بتشيشه الفريك، تشيشه ولا فريك، لا ما نرحيش، عاد جينا هكا مرحيه، معناها عاد ماشيناتها سبيسيال، ماشينات سبيسيال نرحو، بصح نقول انا تخرج دقيق ياسر، عاد ماشيناتها سبيسيال. انت كشفت معناها كيفاش، كيفاش جات الفكره انك حليت محل وراحات؟ والله انا قلت لك متطلبات السوق، معناها الجهه هذه، وانا قلنا لكم معناها الجهه ما فيهاش، قلنا نديروا شو اسمه مشروع جديد على الجهه هذه، كل طريق وخدمته، انا نقول انا الطريق هذا يتطلب طحونة، قلنا نديروا طحونة. ما حاولتش انك دير دعم من طرف الدوله تكبر المشروع نتاعك؟ ما حاولتش فكرت، لكن انت فيها حوايج صعوبه، فيها صعوبه وفيها نقول انا امكانيات معناها محدوده، وهذه حوايج هذه ماهيش نقولوا هنا، هذه حوايج حرفيه ماهيش نقولوا هنا، مش تشريها جديده. شي نصيحتك توجهها للشباب البطال، واش تقول البطال؟ والله ايش نقول للبطال، يعول على الراحه البطال، انا قلت لك يخدم خير لا من وش اسمه يعول، ما يقعدش متعول على الدوله 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 الدوله، اي حاجه نقول هنا ما خدمه الدوله، لازم يعول على الراحه، يعني لازم يجتهد، حتى هو يحاول يجتهد من لا شيء، معناها يدير خدمة الروحة، مش شرط معناها الدولة اللي تدير له، نقولوا أنا كي نقول أنا تحوس على خدمة، مش شرط تروح وظيف، مش شرط تروح هذي، حتى السوق كان حرفة ومهنة وتورثها لذر ذرك. كان
كلمة أخيرة أنا وجهها للدولة والمواطنين كذلك. الدولة تستهلا في الشباب والشباب لازم يكافح، مش شرط كالدولة معناها تخدمكم، حتى هو لازم كاين يخدم أخرى يخدم كافح، ومن بعد اللي جابها ربي هذاك هو.